احنا وصلنا لملف الصباح اليوم وهو عن فن إدارة المنتجات ولمعرفة يعني مجموعة كبيرة جدا من التفاصيل والمعلومات عن فن إدارة المنتجات مع ضيفة داخل الاستوديو نصيبة حسن، هي مدير منتج في العالم الرقمي الحديث. صباح الخير عليك. صباح النور عليك وصباح الخير على كل المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله يومكم يكون جميل. ان شاء الله طيب يا رب. كيف اصبحت انت؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. بدايه يعني شنو اداره المنتج؟ اوكي تمام. نحن لو جينا نتكلم نقول كذا، المنتج ده هو ممكن يكون منتج خدمه سيرفيس او ممكن يكون منتج ملموس. تمام. فانت كمدير بتاع منتج حيكون شايل معاك كاستمر نيد، حيكون في احتياج في السوق انت داير تلبيه، وخدت معاك برضو البيزنس جولز بتاعت الشركه اللي انت برضو حتاخدها معاك، وهمك حيكون ان احنا دايرين نطور منتج ننزل به السوق يلبي الاحتياجات دي ونطلعه. فعشان المنتج ده يطلع على الحياه نحن حنضطر نتعامل مع كل الاتيام، ودي المهمه بتاعت البرودكت مانجر، وهو ده زي ما يقولوا الباك بول بتاع البرودكت. هو حيكون بيتعامل مع تيم الماركتينج، من انه نقرا السوق، نعمل ماركت ريسيرش، نكتشف الكاستمر نيد فهمت، ونقرا الكاستمر بيهيفير فهمت عليا، وبعد ذاك نحاول نقرر نحن حنحل المشكله دي كيف، وحننزل ياتو منتج. طيب بياتو خصائص. يعني تحديدا من 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 كل المعلومات اللي انت ذكرتيها دي عن 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 اداره المنتج، هل ممكن يكون جزء من مسؤوليات يعني مدير المنتج انه هو مثلا يشوف السوق محتاج لياتو منتج؟ يعني ممكن يكون هو ذاته بيقرر انه مثلا احنا حنعمل ياتو منتج، حنبيع ياتو منتج، او نحن دارين نشوف حدد حوجه السوق شنو؟ بمساعده من الماركتينج تيم. يعني القرايه بتاعت السوق هي تخصص بتاع الماركتينج تيم، لكن من السكيلز المهمه جدا، ودي هي واحده من التحديات اللي بتواجهها البرودكت مانجرز، لانه هم بيتعاملوا مع كل الاتيام بتخصصات مختلفه عشان المنتج ده يطلع للحياه. فهم المفروض يكونوا فاهمين بزنس عشان يخطوا استراتيجي ورود ماب، المفروض يكونوا يعني عارفين في الماركتينج، المفروض يكونوا عارفين في المبيعات، المفروض يكونوا عارفين لو هو سوفت وير او ابلكيشن او اي حاجه حتكون في التكنيكال، يعني المفروض يكون فاهم يتعامل يعني مثلا مع. طيب اذا شركه بتاعت السيارات والتصدير احنا دارين نستورد منتج مثلا، تمام، المنتج ده بيحدد انه احنا نجيب ياتو منتج، نجيب شنو؟ فريق التسويق ولا مع بعض المنتج؟ يعني البرودكت مانجر مع كل تيم هم حياخذوا الديسيجنز الحقيقيه، وكمان شنو تكون داتا دريفن فهمت، يعني بيزد اون بيانات، وتتعمل اناليسز ممتازه جدا. بعد ذاك هو مع التيم المختص الناس كلها مع بعض حتقرر هي حتصل لشنو. خاتين معانا برضو البيزنس جول بتاع الشركه، يعني حنكون شايفين والله شركتنا او الحته اللي احنا فيها دي هي ده تصل لشنو. فاحنا مع التيم المختص حنحدد فهمت علي، حتى مع ناس تيم الفاينانس مثلا، مع التيم اللي هو التيم المالي وتيم المبيعات حنكون برضو مركزين في انه المنصرفات والمبيعات عرفت والربح وكده. وهو برضو ما حيقدر، يعني هو حيكون زي وسيط وحيتعامل مع كل الناس دي فهمت علي عشان المنتج. طيب يعني صيبة بطريقة بسيطة كده، كيف بندير المنتج؟ تمام. من البداية كده نحن ممكن نقول زي ما قلت لك حنتعامل مع كاستمرز ونكتشف النيد بتاعتهم فهمت علي، ونقرأ السوق ونقعد مع تيم الماركتينج ونحدد نحن حنظل بياتو فيتشر، فياتو زمن، في عرفتها فياتو برودكت يعني. بعد ذاك نقعد نشوف والله مع المحللين اللي هم البيزنس اناليست كويس، مثلا لو في مبرمجين حنقعد مع بعض زي ما يقولوا نشوف الفيتشرز دي احنا حنطبقها كيف فهمت علي، هي دي ذاتها من الاداره معك. طيب التواصل مع الزباين يعني مثلا شنو هو اصلا؟ بيكون في منتج انت بعد ذاك بتتواصلي مع الزباين تشوفي كيف المنتج ده بالنسبه لهم، تاخذي ارائهم، تعملي سيرفي مثلا؟ ايوه هي الحته يعني الزباين تحديدا كده في البدايه بيجوا من وين عشان انت تديري منتج او تطوري منتج؟ هي الزبائن، انت ممكن تكون انت الماركت طبعا ما واسع، فيا نحن اوريدي عندنا ممكن يكون في منتج قديم فهمت علي ونحن شغالين عليه، واثناء ما نحن بنعاين للكاستمر بيهيفير وبنشوف الاكسبيرينس بتاعت الكاستمر بتاعنا خلال منتج معين، ممكن نكتشف انه والله في حوجه لمنتج ثاني فهمت علي ونطلع به، او ممكن والله انه تكون هو ما في منتج لكن نحن قارين السوق كويس فاكتشفنا والله انه حاليا في حاجه نحن محتاجينها، زي فتره كورونا. فتره كورونا دي الناس ما كان مركزه مع موضوع الدليفري فهمت، وانه اي حاجه تصلني في البيت والاونلاين والقصص دي، فبسبب يعني وضع معين الناس قررت تتجه لحاجه معينه، فدي ففي حاجات كثيره برا اكسترنالي يعني بتحكمك او بتقودك انه انت تمشي تتخذ القرار. طيب جزء من مسؤولياتكم تكون هي خلق الحوجه، يعني
الإيحاء ممكن لو الناس كانت حوجة للمنتج ده مثلا ممكن ده جزء من إدارة المنتج ممكن تكون جزء من إدارة المنتج إنه أنت تخلق نيد في السوق صح وشوية لو أنت اكتشفت صراحة لو أنت مشيت لقيت إنه في مشكلة وحليتها وطلعت في سمارت سوليوشن ده حتكون حاجة ممتازة بعدين هو ذاته عشان الناس تتوسع صح كلامك بتاع السيرفي أنت حتكون شغال مع تيم الأوبريشن تمام وحتكون شغال في موضوع الماركتينج ريسيرش ده ممتاز جدا تكون شغال في الكاستمر سيرفيس دائما تكون ده تعرف فيدباك منهم وتفهم الناس اللي مشوا ليه والناس اللي بتطلب مثلا مره واحده ليه بتطلب مره انت فاهم لازم تكون كده قريب من الكاستمرز لانه لو نحن قررنا ننزل بمنتج متكامل ما حنقدر فهو الزول بينزل بالحاجه اللي بتحل المشكله بعد ذاك انا بتنطور يعني بالضبط نكون قريبين طيب المهارات المفروض تكون متوفره في مدير المنتج تمام لو جينا الناحيه التكنيكال او من ناحيه بتاعت علم كده هو زول نحن قلنا مفروض تكون عنده يعني هو الباك بون فهو حيتعامل مع ناس البزنس فمفروض يكون بيفهم بزنس وقادر يعمل استراتيجيات ويطور رود ماب وكده نجي لو قلنا نحن تيم الماركتنج حيكون قادر يتونس معاهم ويعمل معاهم التسعيره ويقرا معاهم الماركت ويعرف هو الماركت يتغير ولا ما تغير ولا الدنيا ماشيه كيف عشان يعرفوا حيحصل شنو برضه مع تيم المبيعات يكون قادر يعرف هم والله دارين يصلوا لتارجت شكله عامل كيف ودارين يحققوا مبيعات عامله كيف فهمت علي يكون فاهم في حاجات المبيعات ويكون فاهم في حاجات الفاينانس عشان نقدر نشوف احنا منصرفاتنا ودنيتنا عرفتها كلها ماشيه كيف ويكون فاهم مع المبرمجين بدره الى اذا كده يكون قاعد يتونس معهم لانه المبرمجين شويه هم تكنيكال فهمت علي فانت حتكون قاعد والله انا اتونس معاكم تكنيكال يعني المفروض يكون عندهم من كل شجر عصا بالضبط كده من كل بستان زهره طيب طوال وسوفت سكيلز برضه بالمناسبه حس لو لاحظت يعني لو لاحظت من الكوميونيكيشن الكثير ده هو المفروض يكون عنده ريليشن مانجمنت ممتازه خالص فهمت علي كوميونيكيشن سكيلز كوميونيكيشن سكيلز ممتازه ويكون عنده تايم مانجمنت برضه ممتاز لانه انت حتتعامل مع ناس كثيره في متطلبات كثيره في زمن معين بعدين حاجه مهمه شديد لما انت تعرف ايشو تقدر تحله وتصلحه للكاستمر يعرفك انه انت قريب وبتلاحظ الحاجه دي حسي في السوق في ناس كده فجاه بيطلعوا لك حاجه انت ما خدتها في بالك فهمت علي وفي ناس بتلقى انه في مشكله طلعت الليله طوالي حلها بكره لازم تكون في متابعه بالضبط كده وفي ناس بتلقاهم لما بيتاخروا الكاستمر بيسهجوا طيب يعني من كل المعلومات اللي انت قلتيها عن 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 مدير المنتج ده الفرق شنو بين مدير المنتج ومدير المشروع تمام ممتاز نتفق انه الاثنين في حوجة في حوجة الاثنين في كاستمرز في كاستمرز الاثنين في أتيام في أتيام بس بعد ذاك بيختلف مدير المشروع هو عنده مشروع كويس عينه على إنه المشروع ده والله أنا مديني له زمن ومديني له ميزانية معينة أنا لازم أنتهي في الزمن ده والميزانية دي وحد يعني وحقق للشركة أو الحتة اللي أنا شغال لها مشروع ده الجول بتاعه مدير المنتج ما بيكون دارس الله نهائي بيكون دائما همه إنه أنا يعني فهمت علي اطور المنتج انا لو المنتج بتاعي اختفى من السوق خلاص الاستمراريه يعني في اداره المنتج مسؤول من الاستمراريه الاستمراريه وممكن انت كبعيد ممكن تشوف انه والله الناس دي وصلت مثلا حاسه زي فيسبوك هتحس ما وصلوا لكن كل مره حتلقى فيسبوك بتطلع حاجات جديده الشركه ذاتها بتاعت فيسبوك كل مره حنلقى مشت لانستغرام بعد شويه مشت اشترت واتساب فهمت فالاستمراريه بتاعت الشركه والجولز بتاعت الشركه وعرفت علي بهناك في اداره المشاريع الناس بتكون لازم المشروع يتقفل يعني لازم انت ما تصرف اكثر من الميزانيه اللي ادوك لها لانه دي وتكون متوقع الريسك بتاعك بتكون مربوط بنقاط معينه أيوة كده. مربوط طيب بميزانيه يعني مربوط بزمن في ختام الحوار ده يا نصيبه شنو المفروض يكون متوفر في المنتج عشان يكون يعني يحظى بالانتشار وانه يكون دائما يكون مطلوب وانه يكون دائما الناس بي اول حاجه واهم حاجه انه يحل مشكله نحن لو نزلنا السوق بمنتج ما حيحل مشكله حنبقى رايحين خالص فهمت علي وننزل به وبخصائص صح في الزمن الصح فهمت علي ونكون قريبين المنتج ده يعني لو بقى متطور هو ذاته وفريش كده وبيواكب السوق حاصل برا حاصل فيه شنو اكيد هو حيكون قريب ويكون في مناول اليد يعني الناس تقدر تشتريه حتى لو انت بديت بحاجه معينه ولقيت والله انه الناس ما حتقدر تصل لها ممكن تعمل منه باكجز ثانيه تقدر تصل بها لكل الناس ويكون انت منتجك ده في متناول الجميع بحل مشاكل لكل الفئات وقاعد كلها شكل من اشكال التطوير للمنتج بالضبط يعني تقريبا بالضبط احنا بنشكرك كثير جدا وجودك معنا اليوم شكرا لك يا نسيب شكرا للتوفيق ان شاء الله جمعا بنتمنى يعني انه دائما يكون يعني التطوير في الجانب بتاع البيزنس ده متعلق انه يعني كل مره نتعرف على بوزيشن جديد ومهام وادوار والسوق السوداني ذاته بيتطور يعني بيحتاج مهارات كثيره جدا شكرا لك كثير وصباح الخير عليكم شكرا لك صباح النور عليكم وتسلم كثير على الاستضافه شكرا ان شاء الله تكون فقره خفيفه لطيفه على المشاهدين ان شاء الله كده تسلم كثير